كوكو لي زامور اليوتيوب اللي توحشتلهم بزاف بزاف بزاف. سي بوغ سا عملت هاد العنوان باش تدخلوا كاملين عندي نشوفكم. يلا ساليت التورناج وبيان سور كنسرق الوقت دائما ملي كنكون جيت مور سمر وباقا واحد نص ساعه عاد تخرج باش نعمل الفيديو ونطلل عليكم ونهضر معكم. اش غادي نقول لكم؟ تهمة كاينة كاينة انني باغا نركب على الباز، انني كنحقق للشهرة. صافي خليها نمشي معها اي الوغ صافي، وخلينا نفرض هادشي ديال بصح. دونك اللهم نرجعوا بصح واقيلا احسن، باش حتى اذا بقاو كيخرجوا هاد الاشاعات ما يبقاش فيا الحل. واخا هو باقي كنزيد نعاودها، الواحد اللي غادي يكون مريض هو اللي غادي يفكر بهذا الطريقه. كنطلب الاعتذار فريمون بالنسبه لبزاف البنات اللي دخلوا كيقولوا لي حشومه عليك وحنا كنتبعوك عندنا عزيزه، علاش كتقول علينا مرض؟ طبعا هذيك الرساله كانت موجهه لديك الفئه القليله اللي هما فريمون مرض، اما نتوما تبارك الله ما يمكنش مليون ديال الناس في الانستغرام كاملين غنقول هذه الهضره. راه الحمد لله والشكر لله 90% ديال الناس كاملين كتعطيني طاقه ايجابيه، كاملين كيكتبوا لي لي ميساج غزالين، كاملين كيعملوا لي ديزونكوراجمون. طبعا كنحماق عليكم وفضلكم انا باقا، ولكن كما كتعرفوا انا يعني ماشي غنتبدل، عندي 31 عام سونسيبل بزاف، فواخا تكون ديك الفئه قليله اللي كتقول الحاجه الخايبه راه غتاثر عليا ما كنخرجش كنهضر. بحال واحد الهضره قالها صهيب ملي داز معايا فولورز هو مانويلا، عجبتني بزاف حيت انا سقسيتو ليلو قلت له زعما واش ما كيبقاش فيكم الحال ملي كتعملوا شي مناسبه ولا شي حاجه وكيكونوا اغلبيه لي كومونتير دعاوي، باغ كونطخ الناس ملي كيعملوا شي حاجه كيتسناو التهنئه، كنتمنى الله يكمل عليكم الخير لا لي لا لا لا. وانتم كتلقاو يعني اغلبيه كيكون داكشي نيجاتيف. شنو زعما جوا قال لي دائما الورقه البيضاء اذا كانت فيها شي نقطه كحله هي اللي كتبان. قال لي طبعا كيجيو التهنئات طبعا كاينين الناس مزيانين ولكن كنشوفوا غير داكشي الخايب حيت الحاجه الخايبه هي اللي كتبان. هكذاك بالنسبه ليلي حتى انا عارفه ان الورقه كلها بيضاء، الحمد لله ما عنديش فيها بزاف الكحوله، ما عنديش فيها بزاف الوسخ، ولا يقدر يكون هاد الكحوله وهاد الوسخ جاوا مع البرنامج، مع احنا عارفين الاسباب عده. كاين واحد الفئه من الناس اللي كنعذرهم قارين الصحافه حقدين عليا، علاش زعما انا عندي برنامج بلا ما ندخل لهذا الميدان ولا بلا ما نقرا عليه ولا بلا ما يكون عندي دبلوم متخصص في الصحافه، مع العلم ان كنشوفوا شحال الاعلاميين واصلين ما عرفت فين، مع انه شي ثاني نيفو باك انا ام والحمد لله عندي ام ماستر، وفي نفس الوقت كنعمل فورماسيون يعني اون باراليل ديال لي نوسيون دو باز ديال التقديم. وتلاحظوا بعض المرات في الحلقات غنبالكم مزيانه بعض المرات لا، حيت اصلا الحلقات ما كتنزلوش بالترتيب، ديجا مصورين النص ديال لا سيزون تقريبا ولكن في الديفوزيون ما كتحطوش بالترتيب، يعني بعض المرات غنبالكم مزيانه بعض المرات عينا، حيت بعض المرات غيبان داكشي اللي صورت في الاول، بعض المرات غيبان شي حلقه اللي يلاه تصورت حطيناها. دونك نرجعوا للهضره وان كنشوفوا هذاك النقطه الكحله، وسيرتو ملي كيكون الواحد سونسيبل سي فغي كيقول الحمد لله الورقه نقيه وبيضاء، ولكن كتشوف ديك الحاجه ديك الوسيخه ديك الوسيخه هذيك دونك كتاثر عليك، وملي كتكون عافية كتخرج كتهضر بلا ما كتفطن وبلا ما كتخمم. بعيدا على انك خصك تركب على البوز ولا الموجه ولا داك الهضور اللي كيخرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي، باسكو كاين انا عندي بزاف ديال الفرص انني نعمل البوز اولا نطلع على المواج وبطريقه ايجابيه، ومع ذلك اصلا كيف ما كتشوفوا ما بقيتش حتى كندخل اليوتيوب، هانتوما كتشوفوا دابا جيت باش نرد حيت انا رديت تقريبا في الانستغرام ولكن نازل اليوتيوب ماشي مود الانستغرام، حيت هذوك لي ستوري اللي غنهضر لكم عليهم دابا تحطوا في الانستغرام وتحطوا حتى في اليوتيوب. انا سيدنا مع ليام بيا كان عندي والبارح يعني النهار اللي خرج الفيديو ديال طريقه مسلم كان عندي بريباراسيون ديال دو تورناج هما اللي دوزت اليوم، جيت يعني نهار كامل ملي كيكون عندي لي تورناج كنحيد التليفون، عارفه راسي اذا حديت التليفون راه ما غنطلق له شي، دونك جيت تكونسونتريت مع البيسي مع داكشي اللي ما كنت موجوده في الدار، كنطبي كنتيليشارجي لي فوتو كنسمع الهضره بلي انا شفتو شنو وقع شفتو شنو قالو شفتو شنو هذا، ولكن ما بغيتش نركز لانه اذا مشيت لذاك الموضوع غنغرق فيه. فبقيت نهار كامل نفطر نغدا الى حتى وصلت الربعه د العشيه، قلت هذيك غناكل فيت في دغيا شي حاجه
ومن بعد غنمشي مور بنتي اللي كتخرج في 4:30. فملي مشيت المطعه اللي كناكل فيها 11 د تي في، انا جالسه للطون اللي غادي ينزلوا لي لو بلا، هذيك حلت التليفون، حلت التليفون تخلعت تصدم، الشوز كي نورمال يعني ما كاينش شي حاجه اللي غنكذبوا عليها هنايا. نتوما عارفين انا عندي تبارك الله تقريبا مليون، ما نقولش مليون، عندي 940,000 متتبع، الناس كاملين عارفين شنو واقع بيني وبين امل، الناس كاملين عارفين ملي جاتني بروبوزيسيون انني نقدم البرنامج جيت وانا ما عارفه شي ان فولورز، ومن بعد امل بقى فيها الحال وخرجت كتهاجمني، خرجت كتهمني انني متلصقه وانا اللي بغيت ندوز معها في السيزون الاولى في هذا البرنامج، مع العلم ان هادشي ما كاين منه حتى شي قرم من الصح. كتعجبني انني كليت للرزق ديالها، كتقول بلي ان فريد هو اللي بغى يدوز معها باش يعمل قنطره يتعرف على ملشدة تي في، مالغري فريد 10 سنين هو كيعرف ملشدة تي في لان كان كيخدم معها في الفيستيفال، بزاف ديال الحاجات اللي فضلنا اننا نسكتوا انا وفريد. تدازت شي شهرين ميبقاو كيلحوا علينا الجرائد الالكترونيه ملي كنكونوا في شي ايفينمون ولا شي حاجه، كنجاوبوا على سؤال وسؤال كيجينا مستفز ما كنبغيوش نجاوبوا عليه، وخرجوا التصريحات من بعد واخا حنا ما عطيناش الديتاي، ولكن بقى دائما داك ليتيكات اننا كنكذبوا اننا كلينا الرزق فلانه اننا. ومع ذلك ركزت على برنامج ديالي وركزت على حياتي وما خرجت حتى شي حاجه وما قلت حتى شي حاجه، واخا عندي لي بروف، عندي لي زوديو، عندي الناس، واخا كنقولها ونعاودها اياه عادي، واحد الحاجه اللي هي طبيعيه ونورمال بلي ان عندي مشكل مع فلانه، دونك غيجيو الاعداء فلانه غيقولوا لي هاش كاين وهاش كاين وهاش كاين وقولوا فعلوا ترك. هذوك الناس ماشي حيت كيحبوني ولا كيبغيوني بغاو يعاونوني يعطوني داك الشيء، حيتاش داك الناس كيكرهوا فلانه ولا بغاو ينتقموا فلانه بغاو يعاونوني انا قنطره، انا كبيره على هذاك النيفو، وان بلوس فيما كنخرج دابا في شي منبر كنقول الفنانه الكبيره مدام امل ساق الفنان مع شنور، وقع سوء تفاهم، راه انا والله ما كنت عارفه بلي انا برنامج هو فولوز، راه لا باتاتي باتاتا لا 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 ما كليت رزقت حد، ما هذا ما هذا. مهم ديك الشيء كامل اباخ. فملي مشيت انا والبارح يعني مش هنقول بسم الله جات الماكله، كنشوف قلت لكم لي ميساج في الواتساب في الانستغرام في الفيسبوك، لي سكرين ديال الصفحات ديال الفيسبوك، صفحات اللي هما طنجة ديال تطوان ديال هنايا، صفحات كيكون فيهم رجال ونساء، صفحات اللي كيكون فيها ونساء، لي ميساج يعني بحال استهزاء، شي كيقول هذا شي كيقول هادي شي كيقول هذا. انا خرجت كنهضر على هادشي في ستوريات، جاو شبروا هاد الصفحات نيت اولا صفحات اللي هما في الانستغرام ولا جرائد الالكترونيه ولا الصحافه الصفراء، كما العاده تقولبت كما العاده كيشبروا. مثلا انا الهضره هضرتها كيشبروا كلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا، مثلا انا عامله شحال ما عرفتش ما عقلتش شي 8 ولا 10 ستوريات، شبروا ستوري نقزوا على اخرى عملوا ستوري ونقزوا على اخرى، دونك الجمله ما كتكملش، الفكره العامه اللي باغا نوصل ما كتكملش. بحال انا نجيب لكم مثال، انا قلت حيت بلا ما فكرت خرجت برت صورت ستوري، قلت انا يلا جيت باش نقول بسم الله، وداكشي كندخل انا نتوما كتشوفوا باقي الصدق ما بلعتوش يعني طالما ما فكرتش شويه كنشوف الناس مسيطرين لي كيقولوا لي الدعوه ديالك وصلت نضو بلا كنقول شني وصل لي عفويا، كنقول داكشي اللي وصل لي واللي قريت وكملت الهضره، قلت انا هادشي زعما ماشي من الصف ديالي، انا هادشي ما حملتوش وانا هادشي ما عجبنيش وانا ما كيعجبنيش نتشمت في بنادم، وانا ماشي من النوع اللي غادي ننتقم من واحد اولا غادي ناداه كيف ما اداني. وقوت قلبي ديالي يعني حنين اكثر من القياس، بالعكس شحال من مره يعني واخا كيكون فيلم ولا مسلسل واخا كيكون هذاك المجرم في الفيلم مجرم عباد الله، وكيف في الاخر الفيلم اذا شفتو مات ولا دخل الحبس كيبقى فيا، وحتى في الواقع يقدر الشفار مثلا سرقني انا شفار دالي صاكي بوراق وبكل شيء وتكرفص وتسومرت، ولكن مني شدو سمحت له مع السك انا واحد الانسانه انا اصلا هدرتها حيت طوطال سي نورمال صافي، ما بقاتش هي في شهاده شافوا واحد اخر غادي يدخل عادي انه يبقى فيها الحال عادي جدا، واخا دفعت على راسها بواحد الحاجات اللي هما كذوب وما عندهمش الحق، واخا ادتني انا مستني انا قالت انني مدلوله قالت انني متلصقه قالت انني كنكون رزقه، واخا باقي حد الان كيوصل لي الهجوم كيدعوا فيا الناس هذاك الرزق اللي دخل عليك حرام لا 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 هاني انا هي اكثر واحده كتسامح وما كنبغيش نشوف الواحد في شي حاجه خايبه، وتان دابا انا ما نقدر نقول هادشي لا مزيان لا خايب لان ما كيعرف ما بين جوج
الا الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش يا عباد الله اصلا احنا سمعنا واحد الفيرسيون ما عرفناهمش هما بجوج بهم المعنيين بالامر مسلم ولا امل، ما سمعناهم لا شنو كيقولوا ولا شنو رايهم في هذا الشيء، نجيو حنا ونحكموا ونبقاو. حتى انا اكثر وحده اصلا كنعرف شنو هو الواحد ملي كيجي ويبقى صافي حط عليك العين ويخرج عليك واحد الحاجه ويبقى يعطيك 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 اللي كاين واللي ما كاينش ويكمل من راسه ويتخيل شي حاجه اللي ما كاينش. دونك انا بعيدا على انها ادتني ولا ما ادتنيش، انا محايده اصلا في هذا الموضوع وبقات فيا اصلا على هذا الهجوم اللي عاملين عليها، وما غادي نقدرش نقول لا انا معها ولا انا ضد، لان ما عرفاش شنو كان لا بين المسلم والطريقه ديالو ولا شنو بينه وبينه ولا حتى شي حاجه، ما عارفه والو واحد الحاجه جسوي اني لاغونت ما عارفه عليها والو. دونك انا ما نقول عليها حتى حاجه وما نعطيش رايي فيها اصلا، يعني انا اصلا هادشي كامل اللي وقع ما عجبنيش، سواء كانت هي صاحبتي ولا كانت هي عدوتي، هادشي كامل ما عجبنيش. انا جيت كنهضر على نيتي بلي انا الناس التفهين ولا المرضين، وباقي كنقولها ونعاودها وسمحوا لي كتقولوا لي ما تهضرش بصفات الجمع واسي نورمال عادي، خصكم تفهموا بلي انا كنهضر في قليله ما كتمثلش حتى 10% 10% والله ما كاينه. دونك انا ملي كنقول هيدا طبعا انا ما كنهضرش مع الحباب ديالي والعزاز ديالي والناس ديالي اللي انا باقا بهم، الحمد لله 90% ديال الناس كيعطوني غير طاقه ايجابيه وكيعاونوني وكيصيفطوا لي لي ميساج دونكوراجمون وداك الشيء، واحد الحب خيالي. مي انا كنهضر بحال اللي قلت لكم على داك النقطه الكحله في الورقه، هادو هما اللي قلت عليهم مرض، لان الواحد باش يقول واحد الحاجه بحال هكذا فريمون خصو يكون مرض، لان كتشوف حالتي كيفاش طلعت بها. ف إذا كنت باغا نركب على زعما الموجه اولا نعمل البز راه غادي نجي غنخلي بعدا الموضوع ما نهضرش عليه، غنبقى حتى مثلا انا عارفه عندي غدا طوناج وغنكون معوطه نبقى مثلا حتى اليوم وغنصبر اولا تمشي للدار ونعمل رينغ لايت ونتعوض ونكتب داكشي اللي خصني نقولو، حيت انا عارفه بلي انا اصلا مخططه خصني نعمل البز وداكشي، دونك خصني نبان في ابهى حله نبان معوطه باش ميتبارطاجا داكشي في لي ريزو سوسيو كاملين، نبان انا واو وداكشي والناس كاملين يشوفوا فيا نقولو هاد السيده مزيان حيت انا غنعمل البز وداك الفيديو راه غيشوفها كلشي. انا عباد الله شدق مي فتحت ستوري شدق ما بلعتوش كنعمل كنهضر وكنقول لكم سمحوا لي، لان طيلمو اتعصبت وتنيرفيت ومنشي غير قالوا في هاد الصفحات اولا في هاد لي كومونتير انني انا اللي لفقت هادشي، راه مشاو بعيد، راه كاين كاع اللي قالوا باللي خفت على بلاصتي في شهاده تي في حيت الناس زعما شي كيقول لك لا ما عجبتناش في التقديم، شي كيقول لك ديتي بلاصه امل، خفت باللي ان المسؤولين في شهاده تي في يجريو عليا ياك ويعاودوا يرجعوا امل ساقط باش نحيد انا هاد البروبابيليتي. صبرت يعني ماشي عملت هادشي باش ننتقم منها، ولكن عملت هادشي باش نشوف على السمعه ديالها باش هاد التيفي ما عمرهم ما يفكروا يرجعوا ويحيدوني انا. وعباد الله اصلا انا اللي مرارا وتكران كنقول الحله في السيزون الاولى ديال فولورز كانت عجباني بالطريقه ديال امل وكانت كتخلط ما بين الفنانين والاعلاميين وهذا، واخا انا ما عنديش الحق دابا نجيب داك النوع خصني نجيب غير لي زانفلونسور، وكنقول في الحله الثانيه حاجه اخرى راه هي دردشه، انا ما جيتش كاعلاميه جيت كصاحبتهم مجمعه معاهم كنهضر معاهم بحال كحنا في شي دار. والحله الثالثه ما كرهتهاش تكون عاوتاني في شي صيغه اخرى، يكون كيقدمها ولدي يكون كيقدمها شي واحد اللي هو عنده ديبلوم في الصحافة، يعني انا اصلا باغا غير تجربة من حياتي ودايزة غير سيزون اخرى، انا ما كنشوفش انني غادي نبقى ساكنة هنا ولا انا خصني نقدم سيزون الثالثة باش انا غادي نفكر في حاجة بحال هيدا. وبالنسبة لواحد فئة الناس اخرى لان هذاك لي ستوري ما فهمتش تبارطاجو بواحد الطريقة خيالية، كاين اللي كيقول بغات تركب على الموجة ياك، وكاين اللي كيقول شنو كاين اللي كيقول اش عندها هذه الحمد لله الله يجعل بركه في المكياج، مع العلم باش كنقول لكم انا كتبقاو غير تهضروا وما كتحكموش، يعني كتحكموا على بنادم وتبقاو تهضروا وما كتعرفوش بنادم ما عايشينش معاه وما عارفينش الظروف الصحيه ولا المعنويه ولا النفسيه اللي كيدوز بها. هذوك ستوريات اولا عندهم بزاف الاسباب باش بنت انا بديك الحاله باش تعرفوا انني اصلا معصبه، ما شفتي حتى راسي كنصور كنهضر ما شفتي حتى راسي حالتي. اول حاجه انا كنت في ريستورون وما قدرتش حتى نبقى حتى نخرج من الريستورون نهضر، التليفون كان مديشارجي خفا 5%، بدلت الموطع ومشيت كنشارجي التليفون عنده الكابل قصير، دونك التليفون جيت اوبليجي نزلو فوق الطابله وانا حاني على التليفون. دابا شفتوني بالمكياج يعني داكشي ما عنده علاقه بالمكياج، انا بالمكياج اذا حنيت دابا على التليفون
شوفوا وجهي غيطيح كله. شوفوا هاد المشكل اللي كان وقع لي، راه ما عندوش علاقه الحبوب بالميك اب. شتو دابا عامله الطون ديال الميك اب ديال البرنامج ديال التلفزيون اللي كنعملو غير ملي كنجي نصور، شتوه عامله وهكذاك وهانتوما كتشوفوا. شتو الفضيحه اللي وقع لي فوجي؟ شتو لي سيرن اللي باقي كيبانو؟ شفتو وجهي كيفاش طاح؟ دونك هادشي ما عنده علاقه بالميك اب اصلا. انا ملي عملت ديك ستوريات كنت عامله الكحول، الكحول هو اللي انا كنعملو دائما. راه انا ما كنعملش في ايام ديالي العاديه، ما كنعملش فون دو طون، ما كنجيش نعمل العكر. الشرطه هي اللي فيا، واخا كتقولي لي ما كتجيش معاك وكتجبدها وكطاوله، راه من البكالوريا وانا كنعملها اكثر من 10 سنين. انا ولفت راسي هكذا، كيقول لي عقلي انا هاديك بالشرطه، واذا حيت الشرطه كيقول لي عقلي انا ماشي هاديك. الشرطه هي اللي عندي مهمه في الوجه ديالي نعملها، ما كنعمل حتى حاجه من غير ديك الشرطه. انتما شفتوا حتى الشفر ما كاينش، حتى الماسكارا ما عنديش، مهمه فون دو طون ابدا ما كنقرب له. انا وجهي كيف ما الناس اللي بداو معايا في اليوتيوب ولا في الانستغرام ولا هذا، راه مرارا وتكرارا كنعمل فيديوهات بلا ميك اب وكتقولوا لي تبارك الله عليك الوجه ديالك صافي. هذا انا وجهي الحمد لله، يعني ما عمري ما عانيت بحب الشباب ولا بهاد الروينه اللي عندي، ما عانيتش من داكشي. وجهي دائما صافي، ما كنعملو فون دو طون ما والو. اذا بغيت نتهلا في راسي كنعمل اونتي سا سي نورمال، من بعد الولاده والرضاعه وداكشي لسا. انما اللي متبع معايا واللي كيعرفني واللي قريب ليلي، ملي وقع هذا المشكل اللي حتى هو تهمتوني بانني باغا نعمل به البوز ديال بنتي، هذيك الفاجعه اللي فريمون فاجعه، واكبر دليل هو ان ملي وقع لي داك لو شوك ملي شفت بنتي في داك المنظر وملي شفت داك الحاله، هذيك لو شوك طالما ما كنتش مستوعبه بقيت كنضرب في وجهي، كنضرب في وجهي مع الخلعه مع هذا. انتم كنتو شفتو باش بارطاجيت في ستوريه تشوفوا وجهي كيف رجع. ديك الساعه وقع لي انا في الجسم ديالي في الهرمونات ديالي واحد ديسيكيليبر هرمونال. انا ما خليت دابا ديرماتولوج اللي مشيت له، باقا كنحاول نتعالج من هاد الحبوب هادو اللي تفرقعوا لي في وجهي، يعني من شهر 7 باش طاحت بنتي. ما عمري ما غنسى داك التاريخ، سمعنا الاولاد شهر 7 و8 و9 و10 و11 وحنا دابا 12، 6 شهور وانا كنحاول نتعالج من هاد ديزيكيليب هرمونال اللي حيت في لي زغمون ديالي. كنشرب باستيات، كنحاول نتعالج، كنحاول نعمل كريمات في وجهي، ولكن اصلا يعني من الشروط ديال هاد التريتمون انني ما نعملش الميك اب، انني ناكل مزيان، انني ننعس مزيان، انني ما يعني اضواء والفلاشات وداكشي، انني بزاف د الحاجات نغسل وجهي دائما، ما ننعش بالميك اب، بزاف د الروتينات، بزاف التخربيق، وهادشي كامل انا ما كنعملوش. زياده على انني وقع لي ديزيكليب هرمون في لازمون ديالي وجهي هكذا تفرقع، كنعمل العكس ديال هادشي. ما كنعاش، انا واذا نعست كنعس 3 الصباح، كنوض 6 ونص الصباح ما كنعاش هكذاك. هادي انا على هاد الحال، هادي 3 موا. الماكله يعني ملي كيكون عندي لا طونه شحال دابا نتوما كتشوفوا ما كنتغداش، يعني كنوض في الصباح كنشرب ريد بول ولا قهوه كحله باش نقدر نبقى شاده دو طوناج، وما كنتغداش. وكنجي هنا دابا خصني نهز البنت وعاد فوقاش غنوصل للدار ولبس لها وكله ويا وداكشي، عاد بدا غنفكر انا في راسي. شحال من مره كنكون ساتوري لان من بعد طوناج كيكون عندي شي خدمه اخرى، كنمشي كنعس بهذاك المكياج ديالي. يعني العكس ديال الشيء اللي خصني نعمل في التريتمون كنعملو، وزياده على ذلك فون دو طون ما خصنيش نعملو، يعني في الطوناج كيقولوا لي ضروري فون دو طون. فالوجه ديالي ما عاد كيزيد ديال غير، ما عنده علاقه داكشي بالميك اب، ما عنده حتى شي علاقه داكشي بالميك اب عباد الله. واون بليس بحال اللي قلت لكم التليفون انا كنت حانية عليه بحال هكذا، يعني سي نورمال جربوه انتم نزلوا التليفون وغادي نزلوا عليه. اش اللي كيقول لك عملتي عمليه تجميل على مناخرك وخياب لك كبر، فعت لي ماي صغار كبر، شي باتاتي باتاتا، ابن فيك الشرف، هذا ما عنده حتى شي علاقه داكشي. اي واحد غادي يعملها يطلع على التليفون، التليفون منزل هيدا من اخره غادي يسبقون الكاميرا وغادي يبان النيف ديالو كبير بحال هكذاك. من اخره عمري ما حديت فيه وما عمري ما نحدي فيه وما عمري ما نحديش حاجه في خلقتي، وكيعجبني نعيش كل سن يعني بالسن ديالو، وحمد الله وشكرا على كل شيء. تنا اللي غنتكمش وما عرفت شنو غادي يوقع لي، غنبقى انا هكذاك. هذا هو ما كاين في الارض. نرجعوا لهاد الصفحات اللي هضرت عليهم واللي مرارا وتكرارا كيقولبوني، مرارا وتكرارا كنقول راه باب شد فمك. وكاين اللي غادي يقول لي حتى دابا ما كانش عليك تعمل هاد الفيديو، وانت عاد ما كتزيد وارتاح وانعس وديها في راسك، وخلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، بركه حنا الاغلبيه كنبغيوك وعارفينك اش كتسوى واش هذا. هادو كيبغيو غير يستفزوك بالعاني ويطيحوا منك. اي واحد كيجي يقول شي حاجه يعرفوا ما عنده شغل كيبغي غير يعصبك،
ولكن رغم على هادشي كامل انا ما غنجيش نبدل من طبيعتي، ما غنجيش نبدل من 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 راسي. عندي لساني الحمد لله اللي غادي نهضر به، وكتشوف واحد الحاجه غلطه نجي نعمل فيديو اللي بغى يقتنع بها ويتيقها ويفهمها ويحس بها ها هو، اللي ما بغاش معنا ما نعملو له. كاين اللي غادي يفهم وغادي يحس من الاول فاهم، وهذا غايب العاني كيزيد يستفزك يقول لك لا اش كاين واش كاين. دونك هاد الصفحات مثلا نعطيكم مثال اخر، شنو قلت يا ربي، حيتاش كاين بعض الصفحات اللي في الانستغرام ولا جرائد الكترونيه ولا الصحافه الصفراء الخضراء ولا السوداء هذه، قطعوا واحد الكلمه اللي كنقول فيها ما عرف شنو وكتبوا عليها رباب عند الضواسة امل، لا حول ولا قوه الا بالله. انا في ديك اللحظه اللي ما عارفه راسي اش غنقول، في ديك اللحظه اللي انا معصبه ومغلغله واو ما يمكنش، يعني هذاك تمثيل الناس اصلا كاملين كيدخلوا يقولوا لي صفراء مخلوعه داكشي هذا. دونك انا في ديك اللحظه اللي انا هكذاك قلت شوف غير باش نبرأ راسي، طيب معصبه غير باش نبرأ راسي، قلت لو كنت انا اللي منمر هادشي او لهاد التخربيق اللي فكرته فيه انني كنعرف مرات مسلم ومشيت وحررتها بالعاني، او لا انا هذا السيد اللي الطبيب اللي عطاه 15 مليون مشيت عنده وديت له شوف تيفي وهادشي اللي وصلت له كامل، لو كنت يعني انا بديك الوقاحه كخدني انا عملت داكشي شحال هادي، حيتاش انا ملي كانت كتاديني كانوا كيدخلوا الاعداء ديالي يعطوني الدواسه ديالها. هذه الهضره اللي قلت ديك الدواسه كانوا حقيقيا ماشي حقيقيا ملفقين كاينين ما كاينينش، المهم غير بغيت نقول لو كنت انا زعما هكذا حقيره ولا انا المستوى ديالي هكذا كنت انا هادي 3 شهور غنخرج نعمل شي حاجه ولا نخرج هذا، فهمتوا هادشي اللي قصدت، ماشي تشوفوا رباب عندها الدواسه ما عنديهاش دام، لا حول ولا قوة إلا بالله. اون بلوس انا واحد الظروف دابا اللي فريمون ما بقيتش كنستحمل لا لي كومونتير ولا الهضره الخاويه ولا حتى شي حاجه، يعني كتلاحظوا حتى اذا بارطاجيت شي حاجه كنبارطاجيها فريمون حيت دوا بارطاجي شي حاجه اللي عندها علاقه بالبرنامج. بالنسبه لي كيقولوا لي دابا وساعه صافي بركه ونضر على شهاده بركه واش فحال اللي ما متيقاش راسك انك ورا هذه خدمتي، رانا اصلا جابوني حتى عندي لي فولورز وحيت ضروري خصني نبارطاجي عندي داكشي في الانستغرام، راه خا تكون يعني القيامه نايضه راه هذيك عندها علاقه بخدمتي، راه ضروري ما نبارطاجي عندكم تنساو تشوفوا حلقه اولا نهضر في ستوري كيف جاتكم الحلقه اولا، ضروري هذيك داخله في الخدمه ديالي مع البرنامج. علاش غنهضروا اذا انا دابا يعني كنوجد ولا كنتورني السيزون الثانيه دي فولورز حياتي كامله فيها هادشي، علاش مش نهضر مثلا عادي مش نهضر على هادشي، ف كنهضر لانه واحد الحاجه اللي خصني نهضر عليها. اما انا ما قراتشي كاع يعني سورتو دابا قبل من داك لي ستوري اللي بحال اللي شفتو فيها الموت اللي ما عندهاش علاقه كاع لا بالميك اب ولا بانت على حقيقتها ما نعرفش شنو ما على خيابت كانت مزينه تحت رجعت هكذا حالتها حاله، اللسان ديالكم راه ما عرفتي منين كيفاش غتلقاو الله به كيفاش مثلا عرفتي تينا هذيك اللي بعدا كتبان لك هكذاك شنو كان داز عليها هذيك السيمانه، شنو الظروف اللي مرت عليها، شنو الحاجات النفسيه اللي وقعوا لها. حنا جينا بارطاجينا قلنا شنو كاين شنو وقع ستعمل بوز بنته، بقينا ساكتين وبينا راسنا غير فرحانين ما نعرف شنو، ما بقى الواحد عارف ما يعمل، فقول الله يكون في العون. سيده كنشوفوها دائما في واحد الصوره احتاجت هكذاك الحبوب تفرقعوا لها في وجهها، وجهها بين هكذاك طايح من اخرى ما نعرفت مالو، لونه مخطوف في صفار عينه ما فيهمش نقطه الدم، الله يكون في العون. ما سقف طاحت جا شي فقر الدم بان فيها شي مرض حامله جاها شي ايبويزمون او صافي بنادم بالكم في واحد الطريقه ما نعرفت كيفاش اذا بانت على حقيقتها هذاك الشيء ما عنده علاقه. انا هذاك لي ستوري عملتهم بالميك اب ديالي اللي كنعملو 99% ديال الايام ديالي سائر الايام هو الشرطه اللي كنعمل بعيني صافي. اما هاد الميك اب اللي كتشوفوا دابا راه هاد الميك اب هذا راه حتى جيت نشد تي في عاد بيت كنعملو في الحلقات يعني ما كانش ما نعملوش لان كنت انا دابا غير كنفقش ندخل نخصلو لان كيضيقني انا ما كنحبش واحد الحاجه اسمها فوندوتا ما كنحملهاش ولكن ضروري حيت التلفزيون خصك تعمل ميك اب كما كنعملوه اي واحد غادي يدوز من التلفازه وليزانيماتور اخرين كامل هادشي اللي عطا الله. ف
شغنقول لكم، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج ما داكشي اللي كيبقى فيها الخايب، فهمتوا؟ دونك قولوا الله يكون في العون، وما تبقاوش غير بلا 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 بلا. حتى في هذا الموضوع هذا اللي وقع دابا واللي انا كنهضر عليه، واللي بغى يعتبره هضرت عليه باش نعمل البوز يعتبره تهمه، بحال اللي قلت لكم كاينه كاينه هانيه صافي. انا اصلا لدرجة ما بقيت كنسمع هاد الهضره، كتعجب الشهره كتعجب الشهره، حتى رجعت كتعجبني بصح الشهره، وحتى بديت مي فكرت فيها كنقول اجي انا هاد الهضره علاش كتعصبني؟ اذا كنت كتعجبني الشهره مثلا يا لوخ كنقتل شي حد، كنتعدى على شي حد، كنأذي شي حد مثلا، صافي انا ما كنتش كتعجبني الشهره، انا الراجل بغيتو تعاطفت معاه، كان تعاطف الاول قبل ما يكون حب، لان باقي كنقولها ونعاودها، فريد لو كان مرا بديك لي ستواغ اللي عاشها وبديك التكرفيس اللي داز منه وبديك الموهبه اللي عطاه الله، كنت غادي نحاول نتواصل معها وصيفط لها دي ميساج دون كوراجمون، غادي نرسمها كيف ما عملت معها، وحيت راجل هذيك التعاطف ربي يحولو للحب، لدرجه ان النهار اللي ما داهاش هو راه خرجت مع قتل حتى واحد في الدار، كنا كاملين كنتفرجوا، جاتني القهره وما رضيتش نبكي حدا بابا، شديت الطوموبيل ومشيت وبقيت مشيت من تيطوان في تيطوان، حتى وصلت عرفت جبرت راسي وصلت لحدود سبته، وقفت الطوموبيل في النص ديالو وبقيت بكي 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 بكي، واحد القهره واحد الضم، واحد بحال الاكتئاب، بحال ربي سبحانه وتعالى كان عالم انني هذاك الانسان كمل مع حياتي وغنعمل معاه بنتي، ربي خلق فيا هذاك الاحساس عباد الله، واش هذاك الاحساس غتحولوه وغترجعوه انني بغيت السيد على الشهره؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، جوج انا بديك السيد وانا ما عارفاش حتى حاجه في هذا العالم ديال الشهره، وما عرفاش اصلا هو شنو غادي يعمل من بعد البرنامج، لان ماشي اللي كيخرج برنامج كما كيتشهر، شحال من واحد في برنامج اطفى. دونك انا داك السيد اصلا ما عمري فكرت في الزواج، بعدا دي حتى اذا فكرت فيها انا ما عمري فكرت ولا توقعت بلي انا بابا غادي تخيل بنته مجوجة بفنان، حتى جا لدارنا وجلس مع بابا وشافوا شحال هو طيب وخالق وحنين وداكشي، عاد قال هذا هو اللي غيصولي بنتي وهذا هو اللي غادي تهلا لي في بنتي، فربي سبحانه وتعالى كتب ديك الحاجه وجوجت، وانا خدامه خدمتي كنت ديجا ملي جوجت انا كنت ديجا 4 سنين ضربت الخدمه، ديجا ضربت 4 سنين الخدمه، انا ما وقفش على الشهره ولا عمرها كانت بالاحلام ديالي، انا عامين وانا مع مخطوبه معاه، ما عمري بارطاجيت شي تصويره معاه، ما عمري هضرت على خطبتي معاه، ما عمرو كان شي واحد عارف العلاقه بيني وبينه، عمرو اذا كان شفنا شي واحد هكذا كنقول عندي ايفينمون، حيت كنت كنعمل بعض المرات كننظم دي زيفينمون، عندي ايفينمون هذا صافي، هذا هو ما كاين في الامر، ومع العلم انك كتجيني شحال مرات الفرص ديال الشهره، حيت انا 5 سنين وانا في مراكش خدمت في فيستيفال السينما، خدمت شحال من حاجات اللي كنت كنتلقى بها مع الفنانين ومع المشاهير، مع عمري كنت لا كنبارطاجي التصاور معاهم ولا كان يعني اذا خدمت هاد الخدامي كنت كنخدمهم، يعني اول حاجه حيت كنت طالبه واخا صيفط لك الاب ديالك شحال ما صيفط لك كتبغي فلوس كثار باش تعمل بزاف الحاجات تحقق بزاف الاحلام، ثاني حاجه كنبغيها تكون في السي في ديالي انني خدمت هنا وهنا وهنا وهنا، ثالث حاجه شحال مره كنخدم بينيفول يعني ما كنتخلصش كيعجبني نخدم وصافي، خدمت حتى مع للا امينه الله يرحمها عمته د الملك، وما عمري ما تصورت معها ولا قلت اجي شوفوني انا معها خدمت ولا فعلت وتركت، يعني ما كانت خارجه الحسبان ديالي، وعمرها ما كانت باغمي الاحلام ديالي الشهره، واحد اذا كانت ماشي شي حاجه حشومه، راه شحال من انفلونسر داز معايا في البرنامج والبنت ولا ولد وقال انا من الصغر الحلم ديالي كان نكون مشهور، راه ماشي شي حاجه عيب، هادي لو كانت بصح باغمي الاحلام ديالي اني نكون مشهوره لك خدني قلتها، فهمتوا؟ لا ميتريس دو سامر خرجت وقيلا طولت في هذا الشيء فاذا انا ملي جوج فريد كنت خدامه 4 سنين وانا خدامه في واحد الدومين اللي ما عنده حتى شي علاقه بالشهره، بالعكس كانوا كيجيو يصوروا دعايات مثلا، شحال مره صوروا عنا في البيرو مع ديدان وكانوا بغاونا حنا نبانو كنمثلوا في البيبليسيتي اننا هذا، وما كنبغيش نبان ما كنبغيش نبان دائما في الكواليس وراء الكاميرا، وخدمت انا مجوجه بفنان وكملت في خدمتي عامين، وانا كندي الطريق وكنجيبها ندي الطريق 50 كيلومتر وكنجي 50 كيلومتر، انا ساكنه في كازا وخدامه في الشلالات، ملي كنخرج في الصباح الا حتى كيغرب الشمس ياكو، ما فكرتش مالا في هادشي الشهره ولا انني غنفتح قناه ولا انني غندخل نخدم في هادشي هذا ولا حتى شي حاجه حتى شي حاجه حتى شي حاجه، بقيتو عليا الشهره الشهره
الشهره الشهره واحده اللي عامله في المخطط ديالها وبنت الحرام انها نجوج بحسيد معروف حيت بغيتنا تعرف. اول نهار غنضرب به الكاغيط غنزل ديميسيون في الخدمه، ماشي غنتسنى عامين ديال 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 الخدمه عاد غادي نجبر انا حيت ولدت بنتي وحيت بنتي محتاجاني والرضاعه ديالي والحنان ديالي غنجبر انا عاد نزل ديميسيون ونبقى عام عام انا عام بعيده، ما انا خدامه في البيرو ما انا في لي ريزو سوسيو، عام وانا في دار مع بنتي مقابله غير بنتي حياتي كلها بنتي، عاد غنجبر نقول اه وصافي دازت 3 سنين عامين وانا خدامه عام وانا كنرضع اجي دابا نتشهر او خدموا المخ ديالكم شويه. ايوا هذا مكان وهذا ما نقول لكم وحنا قلت لكم مرقوت كنت كتقولوا كتقولوا جبرت راسي بصح صافي انا بصح واقيلا كنت كاينه هذه الحاجه وما كنتش عارفه ملي جربتها ملي جات ربي بغاها لي وجا منا طرف الخبز وجا منا حب الناس وجا منا بزاف د الحاجات كيتسهلوا لك الحمد لله في الحياه هادشي اللي كاين شنو غادي نعملوا، حيت ملي كتكون واحد الجامعة كتكون بزاف الناس كيبغيوك فين ما مشيتي كتلقى بزاف ديال التسهيلات، فسي نورمال ملي فهمتها وملي عرفتها وملي عشتها عجبتني، ولكن ماشي بخطوات ثابتة، غنقدر أنا ألف فكرة كاينة هضر مع الباك غتجبر المغرب كامل كيعرفك ماشي غير مليون واحد متبعك، وإنما لا، دونك أنا ملي غادي نخرج ونهضر في هاد ليستوري يخرج حيت معصبة ومغددة وحيتاش مفقوسة حيتاش علاش هاد الظلم وعلاش هاد القرع علاش أنا داخلة في سوق راسي علاش أنا أصلا ما جيتش انتقمت من السيدة ولا قلت شي حاجة دلعيب فيها وقلت ما عندي ما نعمل وهادشي اللي عطا الله وبعات وعطيت التقار وهكذاك وباقي كانت أداة ولا باقا كسمع شي حاجة اللي هي خبيثة لهاد الدرجة عادي خرجت انسان بنادم فيا لحم فيا عظم خرجت كنهضر في لي ستوري مشيت وانتم كتقطعوا كلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا وسمعت ودك الاسماء ديالكم اه رباب عندها ضواصه اودي الله يكمل عليها بالخير والله يسهل عليها وانا ما كنعرفهاش انا دوست معاها في البرنامج هضرنا هكذا شي جوج مرات على هادشي ديال البرنامج والحلقه الفرديه والحلقه ديالي صافي ما نقدرش نحكم على حسيده انا ما كنعرفهاش عمري في حياتي انا ما نحكم على شي حد من هضره الناس حيت كنعرف الناس واللسان ديالهم علاش قد قبلت عيني وشنو كيعملوا فيا عاد في وحده اخرى ولا في واحد اخر وحتى على هذا الموضوع اللي واقع انا ما عندي حتى شي راي انا محايد انا ما كنتش مع مسلم وطالقته ما كنتش مع امل ومسلم ما كنت يعني انا اصلا اذا جيتو تسقسمني حيت مشيت لواحد ليفينمون وجاو الصحافه عاوتاني شنو رايك في هذا الموضوع هذا وهذا وقفت نتوما اللي كتقولوا انا كحماق على الشهره وهذا انا ملي مشيت ليفينمون راه ما عملتش حتى لي ستوري ملي مشيت لذاك ليفينمون اللي كانت الصحافه الصفراء كامله تما ولي جورنو الكترونيك انا ما كنقولش كلشي صفار وكلشي خايب طبعا وانما ما بقيتش كنعرف نفرق صافي ما بقاش نزيد نتقولب فكان اللهم ندخل لذاك ليفينمون وصافي ونبوينتي ونمشي في حالي ولا انني غادي نعمل انترفيو هنا وهنا وهنا ونعس ولا غدا غنجبر لي ريزو سوسيو كاملين نقطع على الهضره من هنا ومن هنا مخربقين ومخرجين الفكره العامه اللي باغيين يوصلوها هما الناس غلطه فانا اصلا ما هضرتش مي سقساوني شنو يعني الراي ديالك في هذا شنو هذا اولا ما يعني ما نهضرش باش ما تاولش الهضره ثانيا ما عندي ما نقول في هذا الموضوع واش انا كنت عايشه معاهم باش غنهضر على هذا الموضوع هادو مواضيع عاديه اجتماعيه اللي كتوقع في العالم باسره هذا خدات اكثر من حجمها وكل شيء سلط عليها الضوء لان هما معروفين عليهم من الاضواء ولان بنادم كيعجبو المشاكل تو سامبلومون صافي هادشي اللي كاين هذا هو الموضوع سلامة البنت تعطلت عليها تخرجت لا ميتريز مشات دابا هاد الطوموبيل ديالها شفت فيها حشوفة زعما اش كتسنى نتينا هنايا وبنتك في القسم شوفوا ما تبقاوش الهضرة ديالي تاخدوها بعين الاعتبار انني كنهضر مع كلشي وما يعني طبعا انا كنهضر بحال اللي قلت لكم مع ديك النقطة الكحلة في الورقة بيضاء ما الورقة البيضاء كبيرة وبيضاء وكتشعل وكتحمق واصلا لو ما كانتش هي هكذا وعطيني واحد الطاقة ايجابية في حياتي راه كنخدمني ماشي غير مريت في يعني كنخدم منوتشي ملي طحت منوتشي هادشي اللي كاين وتهلاو في راسكم وبسلامة الله يعاونكم.